طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. تمريرها من بين المدافعين، يقطع الكرة، كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. ميلا يدلن، اندفاع رمية جانبية، إذن جوردي ألبا، تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. ميسي يلعب كرة طويلة، تصرف بشكل جيد، نجح في بعد الكرة تحت الضغط. يا سلام، مجهود رائع، الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. يسعى إلى أن يلعبها داخل منطقة، بيزارو يلعب كرة بينية، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يحصل عليها ليفاندوفسكي، ميسي وأجمل بينية، دفاع ينجح في بعد الكرة عن منطقة الخطأ، فرصة للتسديد، متابعة موجودة. النتيجة هدف مقابل لا شيء.
سيرجي روبرتو من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ليونيل ميسي. ميسي في انطلاقة جميلة بدون أي مضايقة. الكرة الأرضية من ميسي وستكون هنا رمية تماس. ميسي يبحث عن المهاجم. ميسي يحاول أن يلعب كرة بينية. العرضية ملعوبة، أبعدوها ليفاندوفسكي. لمسة على اليسار. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. مهارة كبيرة في الاستلام، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خط. ليونيل ميسي لم يكن محظوظ، الفرصة خطيرة جدا. تلعب الكرة إلى الأمام. بيدري. لكل من انضم إلينا الآن، هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كريفتسوف. بوسكيتس. سيرجي روبرتو. بيدري. كرة طولية إلى الأمام. ليفاندوفسكي. الكرة ملعوبة من مسافة. غوندوغان. مرت الكرة بشكل جميل ويعود بالكرة إلى الوراء. غوندوغان. بيدري. ماركوس ألونسو. أفقد الخصم التركيز التوازن. فرصة هجوم معاكس. يمر ويلعب كرة بينية. كوندي. غوندوغان. سيرجي روبرتو. يلعب كرة بينية. مرت الكرة. تحصل فريق على ضربة ركنية. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. رمية جانبية. يلعبها ببراعة. يعلن الحكم المباراة نهاية الشوط الأول. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول. لنا كذلك لأهداء لاعبي خط الوسط، هم اللي يقدموا الهدايا. وها هي صافرة الانطلاق. هدف يبعثر أوراق المجموعة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعبها ليفاندوفسكي. يشتت الكرة. لمسة بينية. غوندوغان. ديونغ. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. غوندوغان. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كريفتسوف. ميلر. جوردي ألبا. جوردي ألبا. هجمة مرتدة الآن. جوردي ألبا.
تمريرة قوية أكثر من اللازم. بيزارو يحاول أن يلعب كرة بينية، موجود إبعاد الكرة، يلعب كرة على اليسار. ديونغ، غوندوغان، غوندوغان أعتقد أنها بالفعل مخالفة، اتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرة. نعم، ليفاندوفسكي محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. يدي حاول الدفاع ممتاز في مباراة اليوم، ليونيل ميسي بوسكيتس، جوردي ألبا يحاول لعب الكرة إلى الأمام. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يلعبها طويلة ليفاندوفسكي، مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ينجح في المرور، كرة عرضية، يدلل وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، كرة من جهة اليمين. فيران توريس يحاول فك شف الكرة، تضرب في القائم وترتد وينجح في تسجيل الهدف. بلا رقابة وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. قد تكون تسديدة، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. ميسي يدلل، ميسي يلعب كرة بينية، ليونيل ميسي لم تكن اللمسة النهائية جيدة، يدرك جيدا انه بيوسع ليهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. سيرجي روبرتو، ديونغ، لمسة بينية، لمسة في المساحة الخالية، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. استقبال غوندوغان، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. غوندوغان، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. ديونغ يلعب كرة قصيرة وصلت إليه، فيران توريس، فيران توريس، ميسي يتدخل بشكل قوي جدا. غافي يتنقل
ثبات شخصيته في هذا اللقاء. خسر المواجهة أمام خصمه، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يمر ويلعب كرة بينية، كرة عرضية، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. مارتينيز الآن إمكانية المرتدة، يحاول أن يلعب كرة بينية في طريق المرمى. هذه كرة يتدخل يبعد الكرة، ربما بهذه الوضعية تقريبا يمكن القول أنهم استسلموا واقتنعوا بأن هذا ليس يومهم يسيطر على الكرة. فيران توريس تسديدة قوية كانت قريبة جدا من المرمى لكنها في الأخير ضاعت. كرة طويلة للأمام، يدل وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. في رأيي الشخصي فإن الجميع استمتع بمباراة اليوم، كرة حلوة، أداء كبير، مستوى عالي، وإثارة كانت موجودة.